من المواقع المحلية قيادي حوثي يشيد بخطوات الانتقال في عدن. وفي المصدر أونلاين الحوثيون يخرجون الأيتام من دارهم الوحيد في مديرية المراوعة. وفي الأخبار المنوعة مقتل نادل في مطعم فرنسي بسبب بطء الخدمة. تتوالى الإشادات من صنعاء بما أقدمت عليه ميليشيا الانتقالي، حيث عبر الكثير من قيادات ميليشيا الحوثي عن إعجابهم بما حدث في عدن. وعنون موقع عدن الغد قيادي حوثي يشيد بطرد الحكومة الشرعية من عدن. وينقل الموقع عن القيادي بالميليشيا الحوثي حسين العزي قوله إن المجلس الانتقالي الجنوبي تفنن في تأديب الشرعية وهذه تحسب له. وأضاف القيادي الحوثي أستبعد أن ينسحب الانتقالي، وإذا انسحب أستبعد أن يسمح بعودة حكومة الإصلاح. ودافع الحوثي عن موقف الانتقالي الذي يتعلق بالاعتراف بالرئيس هادي، وقال إنه اعترف لأنه اعتراف لا يقدم ولا يؤخر، فهادي غير شرعي أصلا، وفوق ذلك لن يرفع الانتقالي علم الجمهورية التي يدعي هادي تمثيلها زورا، وفوق ذلك الرئيس لن يعود. أعلنت وزارة النقل كما ذكر موقع يمن مونيتور تعليق عملها في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك على خلفية سيطرة المجلس الانتقالي على مؤسسة الدولة بالعاصمة المؤقتة. وقال تعميم أصدرته إدارة الموارد البشرية في الوزارة إنه بناء على توجيهات وزير النقل صالح الجبواني نعلن تعليق العمل في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة نظرا لما تعيشه عدن من ظروف بسبب انقلاب المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية. وذكر البيان أيضا أن الوزارة تعرضت للاقتحام من قبل الميليشيا التابعة للانتقالي، كما لا تزال دوريات عسكرية تحتل مبنى الوزارة. وأضاف التعميم أنه سيتم الإعلان عن استئناف العمل في الوزارة بعد عودة مؤسسة الدولة إلى وضعها السابق قبل الانقلاب. وكانت وزارتا الخارجية والداخلية في اليمن أعلنتا في وقت سابق تعليق أعمالهما بعدن على خلفية سيطرة المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة. اليمن، الوحدة أم الانفصال والأسئلة الخاطئة؟ تحت هذا العنوان كتبت ميساء شجاع الدين مقالها المنشور في صحيفة العربي الجديد مضيفة: يدفع غياب المشاريع المستقبلية إلى سياسة التحشيد التي تعني الإبقاء على حالة الصراع والحرب للاحتفاظ بالمجتمع في حالة خوف دائمة. هذا ما يفعله الحوثي وسوف يفعله المجلس الانتقالي، كلاهما يعتمد على سياسة التحشيد على أسس الهوية وليس السياسة. سوف تقضي آفة الاستبداد التي قضت على إنجاز الوحدة على أوهام إحياء الإمامة في الشمال ودولة الجنوب، لأنها ستنشئ أنظمة فاسدة بطبيعة الحال. مسألة الصراع بين شمال اليمن وجنوبه مضللة، حيث اقتتل الشماليون فيما بينهم أكثر ما اقتتلوا مع الجنوبيين، وينطبق الحال نفسه مع الجنوبيين، حيث ذهب ضحايا الاقتتال الجنوبي أكثر من ضحايا الحروب بينهم وبين الشمال، وهذه الحروب كلها كانت نتاج الصراع حول السلطة إثر استئثار فرد بالحكم. مشكلة العنف في اليمن ليس فقط أنه أصبح دائرة عمياء لا تتوقف ولم تنكسر حتى الآن، حيث تتفجر الاستدعاءات التاريخية والثارات القديمة تلقائياً مع أول طلقة رصاص، بل إنها أيضاً مرتبطة بفقر موارد البلد الطبيعية، فالقبائل الميالة للقتال تسكن مناطق كثيفة السكان بلا موارد طبيعية وفي جبال ليست خصبة، وهذا يفسر طبيعة الطموح السياسي لقبائل الضالع ويافع في الجنوب، وهم القوة المسلحة التي تشكل المجلس الانتقالي، وكذلك قبائل مناطق شمال صنعاء التي تشكل القوة المسلحة للحوثيين. ما زالت الأسئلة السياسية تخطئ طريقها حين توجه نحو المناطق والمذاهب وليس نحو السياسات ومفاهيمها، وغياب أي تصورات تنموية واقتصادية لبلد يعاني من مشكلات خطيرة تتعلق بفقر موارده الطبيعية
وتصل إلى حد شح المياه والجفاف في بعض المناطق. أول من يضل الطريق هم السياسيون بسبب عجزهم عن تقديم مشاريع سياسية مستقبلية، فيستعيضون عنها بخطاب يتهم الهوية ويعتبرها الملام الأول، ويركب على موجتهم المثقفون لأسباب مالية أو انتهازية غالباً، أو ربما بسبب بساطة الطرح الهواياتي الذي يدغدغ مشاعر الجماهير معطياً زخماً للسياسات الشعبوية المؤسسة لحكم الاستبداد. قبل أن تتفجر الحرب في اليمن منذ سنوات، يقول الموقع بوست متحدثاً عن أحد الأهالي، اعتاد علي محمد عبور الحدود إلى السعودية حيث مقر إقامة عمله، شأنه شأن آلاف اليمنيين الآخرين من المنطقة الجبلية الفقيرة، غير أن القتال في المناطق الحدودية حرمه من العمل وحوله إلى عاطل في قريته النائية ليرى بعينيه كيف حول سوء التغذية الحاد ابنه الصغير معاذ ذا العامين إلى جلد على عظم. الحرب قطعت خطوط النقل للمساعدات والوقود والغذاء وقللت الواردات وتسببت في تضخم حاد وفقدت أسر مصادر دخلها. وفي قصة تتكرر فصولها في مختلف قرى اليمن، أصبح معاذ يعاني من سوء التغذية الحاد ويصل وزنه إلى 5.5 كيلوغرام فقط بسبب عدم توفر الغذاء الصحي والرعاية الصحية ومياه الشرب النقية، ولأن العيادة المحلية لا توجد بها إمكانيات تذكر ولا تستطيع أن تستقبل معاذ، تولى أحد العاملين بقطاع الصحة نقله بالسيارة إلى مركز آخر حيث تم وزنه وتقديم الغذاء له لعجز والديه عن تدبير نفقات المواصلات. مكية الأسلمي مديرة مكتب الصحة بمديرية أسلم قالت إن الطفل معاذ يعاني من سوء تغذية حاد نتيجة الفقر الغذائي الشديد. هذا المبنى ذو اللون المميز والذي يعرفه كل من عاش يوما في مديرية المراوعة في الحديدة، ويعرف أن الأيتام يسكنون هذا المبنى، لكن ميليشيا الحوثي لم يعجبها أن يكون للأيتام بيت يعيشون فيه فسلبته منهم، ويعنون موقع المصدر أونلاين، حولوه مقرا للدورات الطائفية. الحوثيون يحرمون عشرات الأيتام من دار إيواء في الحديدة، وقال الموقع أن مسلحي جماعة الحوثي أجبروا عشرات الأيتام على مغادرة دار المعالي لإيواء الأيتام في مدينة المراوعة بالحديدة غرب اليمن عقب اقتحامه بقيادة المشرف الحوثي المدعو أبو المجد ياسر المروني. وقال مصدر محلي في المديرية إن المروني ومعه مدير المديرية المدعو أدهم ثواب أقر تحويل الدار إلى مقر لعقد الدورات الصيفية واستخدام المدرسة التابعة للدار لعقد ما تسمى بالدورات الثقافية الطائفية. وأضاف المصدر أن إدارة الدار اضطرت لإخلائه من الأيتام خوفا على سلامتهم بعد أن أصبح مسلحو الحوثي ومشرفوهم يسيطرون عليه بشكل دائم ويستخدمونه لأغراض خاصة بهم، وأصبح الأيتام اليوم بلا مأوى أو سكن. الكاتب السعودي ومدير القناة العربية السابق عبد الرحمن الراشد كتب مقالا عن خطورة العبث السياسي وأضاف في جريدة الشرق الأوسط: من الخطورة العبث السياسي مع كيانات الدول، إن نزع الشرعية عن دولة معترف بها في الأمم المتحدة وتفكيكها يهدد كل دول المنطقة والكويت من بينها، فالقبول بالانفصال غير الشرعي يماثل تماماً الضم غير الشرعي. لست ضد حق الجنوبيين الراغبين في دولة منفصلة ولا ضد قيام جمهورية جنوبية، لكن عليهم تحقيقها بالطرق الشرعية، إما بالتفاهم مع الدولة اليمنية عندما تعود مؤسساتها إلى العمل، أو الآن من خلال الأمم المتحدة، حينها كلنا سنقبل بها كدولة، لكن ليس من خلال الاستيلاء. وطالما أن كثيرين يرددون أن اليمن الجنوبي أصلاً دولة شرعية، وهذا صحيح في الماضي القريب، فإن بمستطاعهم تصديق الطلاق من محكمة الأمم المتحدة، وحينها لن توجد دولة تعارضهم، وإذا وجدت لا قيمة لموقفها، ولا تستطيع أن تحرم الجنوبيين هذا الحق. ونستطيع أن نمضي الأيام المقبلة نلوك الحديث عن الماضي
والدولة الماضية وجذورها التاريخية ولا قيمة له. ولا يصدق أحدكم أبداً أن جنوبيين متفقون وعلى قلب رجل واحد، ولا حتى أن المتفقين يجمعون على اسم الدولة ولا قيادتها ولا نظامها. هناك قيادات سياسية منافسة لركوب الشعبية وإعلان زعامتها، وهناك مكونات متباينة في الجنوب، قبلية ومناطقية، وهناك زعماء سياسيون وسادة وأشراف وسلاطين وتجار، كلهم طامحون في الحكم. ما حدث فلتة كفى الله اليمن شرها، ونرجو أن يلتقي الفرقاء في جدة وأن يتفقوا على طبيعة العلاقات داخل الدولة، ويتركوا حديث الانفصال للمستقبل أو يحتكموا فيه في نيويورك. صحيفة لابريس الكندية عنونت في الشأن اليمني: الحوثيون يعينون سفيرا في طهران. وفي التفاصيل قالت الصحيفة إنه تم تعيين إبراهيم الديلمي سفيرا في طهران ليلة السبت بعد زيارة قام بها مسؤول حوثي كبير إلى طهران. حكومة هادي التي قطعت علاقاتها مع إيران في أكتوبر 2015 أدانت هذا الإعلان بشدة، وقالت في بيان لها إنه يعد انتهاكا للقانون الدولي. زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي قال في خطاب ألقاه وتحدث فيه عن العلاقات مع إيران، قال إن الموقف الوحيد المتمثل في إدانة العدوان جاء من جمهورية إيران الإسلامية. لا تخفي إيران دعمها للحوثيين، لكنها تنفي تزويدهم بالأسلحة كما يدعي التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والذي يتدخل عسكريا ضد هؤلاء المتمردين في اليمن. صحيفة العربية الجديد تنشر تقريرا عن الحلم الذي يجمع اليمنيين مع اختلاف انتماءاتهم، وعنونت الصحيفة: يمنيون مهاجرون بحثا عن حياة جديدة آمنة في الخارج. الحرب المستمرة في اليمن تدفع الكثير من اليمنيين إلى البحث عن فرص خارج البلاد، ولو كان الخيار هو الهجرة السرية. هؤلاء يبحثون عن الأمان والحد الأدنى من أساسيات العيش الكريم الذي لم يعد موجودا في البلاد. دفعت الحرب المتصاعدة في اليمن منذ 5 سنوات الكثير من اليمنيين إلى البحث عن فرص للهجرة وبدء حياة جديدة في دول أخرى بعدما شعروا باليأس واعتقدوا أن الأوضاع لن تستقر في بلادهم. من بين هؤلاء محمد القادري وهو من محافظة إب، قال إنه يبحث منذ أكثر من عامين عن طريقة تمكنه من السفر إلى الخارج بهدف العمل نتيجة انعدام مصادر الدخل في البلاد. يضيف للعربي الجديد: الحياة في اليمن باتت صعبة للغاية، حتى وإن كنت تملك مصدر دخل ثابت فإنه غالبا لا يلبي احتياجات الأسرة الأساسية في ظل ارتفاع المستمر للأسعار. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم احتفالات عدة بتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية، ويمهد الاتفاق التاريخي الطريق للانتقال لحكم مدني، وتم التوصل إليه بعد شهور من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية أطيح فيها بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً. غسان شربل رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط كتب عن المناسبة: بعد 4 أشهر من تولي البشير قيادة السفينة السودانية المترامية الأطراف راح العالم يتغير. ترنح جدار برلين وانهار، وقفزت شعوب أوروبا الشرقية من القفص السوفيتي، وتساقط الرفاق مع أحزابهم وحقول الأوسمة الممتدة على صدورهم، ولجأت بلاد لينين نفسها إلى متاحف التاريخ، وأطلت روسيا المنهكة من الركام السوفيتي، وقيل يومها إن عصر الحكم الشمولي قد انقضى أو في طريقه إلى الأفول. تغير العالم ولم يتغير السودان، وتوهم النظام القائم القدرة على فرض الزي الموحد على السودانيين، وتوهم أيضاً القدرة على تصديره وإضرام النار في عباءة هذا النظام أو ذاك، ولم يتردد في ممارسة أخطر الألعاب، فاستضاف على أرضه رجالاً أدموا لاحقاً دولاً قريبة أو بعيدة. وحين عصفت رياح الربيع العربي بعدد من البلدان وأطاحت ببعض من توهموا التعلق بالقصر حتى الموعد مع القبر، توقع كثيرون أن يتغير السودان، لكن ذلك لم يحصل.
انحسر الربيع وظن البشير أن العاصفة ابتعدت، لكن السودانيين الذين أنهكتهم مرارات النزاع ومناورات النظام ورقصة الرئيس الاحتفالية بالعصا الشهيرة هبوا في انتفاضة سلمية عنيدة لم تنجح الأجهزة هذه المرة في تشتيتها أو الالتفاف عليها. وأدرك عدد من الجنرالات أن صلاحية نظام البشير قد انتهت، فدفعوه إلى كوبر، أي إلى السجن الذي كان يدفع إليه خصومه. لن تكون المرحلة الانتقالية سهلة، في الإرث ثقيل، يحتاج السودان إلى ما يشبه إعادة إعمار، وحلم الدولة المدنية ليس سهلاً في هذا الجزء من العالم، ومثله حلم بناء الديمقراطية واحترام التعدد وحق الاختلاف والاحتكام إلى صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة. موازين القوى تفرض إنجاح رقصة التانجو الضرورية بين المدنيين والعسكريين في المرحلة الانتقالية. وفي التانجو عليك أن تفهم شريكك وأن تتفهم مخاوفه وأن توقع خطواتك على خطواته. بعد أكثر من سنتين قضاها على طريق الوصول إلى أوروبا بدءاً من اليمن ومروراً بخمس دول أخرى، وصل اللاجئ اليمني أمين تاكي إلى أسبانيا أخيراً. فهل أوروبا التي كان يتخيلها هي التي رآها بالفعل؟ وهنا يوميات يمني في إسبانيا، كما يرويها موقع الدي دبليو الذي عنون: لاجئ يمني وصل إسبانيا بعد عامين يشكو من الهدوء القاتل. كأنني في قصة خيالية أرتعش وأتصبب عرقا وأشعر أنني أحلق عاليا فوق كل مشاكل الأرض. هكذا يصف اللاجئ اليمني أمين تاكي شعوره وهو يعبر البوابة الإسبانية من المغرب بعد أكثر من عامين قضاها على طريق اللجوء بدءا من اليمن مرورا بمصر وموريتانيا ومالي والجزائر وصولا إلى المغرب. في آخر حدود عربية تفصلني عن أوروبا أستدير وأنظر إلى ماضي 32 سنة كما لم أنظر إليه من قبل، ويتابع كأن الدرب يضاء بسحر ساحر، يقول اللاجئ اليمني مستذكرا رحلته مضيفا: تجاوزت آلاف الكيلومترات وعبرت ثلاث قارات، عاشرت أقواما وكوارث وحروبا ومظاهرات، تعلمت الكثير من التجارب ونسيت الكثير من الذكريات. يقول تاكي: كنت أتخيل أن أوروبا فيها حركة تجعل المرء منتعشا، ورغم كثرة الناس هنا في مدريد إلا أنني لا أرى إلا الهدوء القاتل في كل مكان. ويتابع: أصعد الباصات والقطارات لا أسمع أي صوت، أدخل المطعم ولا أسمع إلا صوت الملاعق والصحون، حتى البارات هنا هادئة. إذا جلست في مطعم منتظرا طلبك وتأخر عنك كثيرا فإنك سوف تحتج وتلغي الطلب وتذهب إلى مطعم آخر. لكن مواطنا فرنسيا كان لديه حل آخر، حيث أقدم على قتل أحد العمال في المطعم. وعنون موقع البي بي سي: مقتل نادل في مطعم فرنسي بسبب بطء الخدمة. وقال الموقع إن نادلا في مطعم بيتزا فرنسي لقي مصرعه بعد أن أطلق أحد الزبائن الرصاص عليه لأنه تأخر في إحضار الشطيرة التي طلبها في مطعم بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس. وحاول طاقم الإسعاف إنقاذ النادل البالغ من العمر 28 عاما الذي أصيب برصاصة في الكتف، لأنه توفي في مكان الحادث. ووفقا للموقع هرب المتهم من موقع الحادث ولم يتم القبض عليه. وقال الزملاء العامل للشرطة إن الزبون فقد أعصابه بسبب طول الوقت الذي استغرقه إعداد الشطيرة. الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان تكتب عن إدانة الحكومة الشرعية للهجوم على السعودية، وتقول في مقال تنشره بالقيس: الشرعية وحكومتها تدين استهداف حقل الشيبة، هذه هي وظيفتهم، كلاب حراسة للسعودية. صمتوا عن انقلاب الانفصاليين في عدن واستيقظوا من مراقدهم يدافعون عن السعودية ويدينون ويولولون. ليس مطلوبا منكم تأييد الحوثي ولا مباركته، ولكن حصر قضيتكم في النباح في الحدود السعودية هذا خزي ما بعده خزي. طلبتم السعودية حليفاً لاستعادة دولتكم، لكنها ثبتت الحوثي في صنعاء واستولت على عدن وأسست فيها ميليشيا انفصالية تقسم بلدكم وتضمن سيطرة السعودية والإمارات على أجزائها، وحولتكم إلى كلاب حراسة تنبحون في وجه اليمنيين دفاعاً عنها. حقل الشيبة هو حقل نفطي يمني في حدود الجوف استولت عليه السعودية، واسمه بالإنجليزي تشيبا، وهو النطق لكلمة سبا، وحرف إلى الشيبة في الاستخدام الإعلامي السعودي.
وهذا الحقل الآن نصفه باتجاه الحدود السعودية ونصفه الآخر باتجاه اليمن، ومحظور على اليمن التنقيب في المساحة الواقعة في أراضيها من الجهة المقابلة. علق متخصص غربي قرأت له قبل عام 2011 قائلاً: إن الحوض النفطي المسمى تشيبا لا حدود له، الحدود سياسية، أما تركيبته فممتدة في الجانبين، وقد كان حظر التنقيب من الجانب اليمني في هذه المنطقة قائماً بضغط سعودي وتواطؤ داخلي. وكما اعتدنا من صحيفة الديلي تيليغراف نتابع صوراً متنوعة من مختلف أنحاء العالم وذات دلالات متعددة في جولتنا المصورة لهذه الحلقة. من جدران الكهوف إلى أعمدة الصحافة إلى المواقع الإخبارية وإلى صفحاتنا الخاصة، عبر رسامو الكاريكاتير عن مواقفهم واتجاهاتهم بكل خفة وذكاء. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها في جولتنا. صور ورسوم وأخبار، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.